كم يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ وهل الصلاة في مساجد مكة تعدل أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ تقبيل المصحف ما ورد فيه دليل، ما ورد فيه دليل ألا يقبل المصحف، لأن ما فيه دليل على هذا إلا من فعل بعض السلف، واحد أظن من السلف، هذا يحتاج إلى دليل. نعم، وش الثاني؟ وهل الصلاة في مساجد مكة وهل الصلاة في مساجد مكة لها أجر المسجد الحرام؟ نعم، لها أجر المسجد الحرام. عن الصلاة الواحدة في داخل الحرم، داخل الحدود، حدود الحرم، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة فيما سوى الحرم. ولكن إذا صلى في المسجد الذي فيه الكعبة هذا أفضل، لقربه من الكعبة، مشاهدته للكعبة، هذا أفضل. نعم.